عرفته. أخيرا صورة محرزة. عدي هون تحركي قوي، بدك تلعبيني دقبرجيس هلا وبدي اغلبك، وان قلتي ايه وان قلتي لا. تحركي يلا يلا يلا. ايوه برافو، عدي هي عدي منيح. ها هلا حتشوفي كيف حاغلبك. خدي هون بسرعه بسرعه يلا، ما عندي وقت. ايه يلا خدي هول كمان، هول لقلك حبيبتي، بعد في هي. يلا بلشي انت. اوه ما عندي وقت، بدي اغلبك. برافو لقلي، شفتي كيف؟ ولك دخلك وزارة شو هول؟ مش مهم، المهم وزراء وشخصيات وغيرهم. ضحكونا معكم. بس مش للنشر. بك معلم فريد وشك شوي. دعاء شفتي كيف ربحت؟ قلت لك انا ليلي ليلتي، انا محظوظه. ماما نعم. ليش ما بترفقي مين؟ ما فهمت. فهمت علي كثير منيح ماما، عم بسال ليش ما بترفق البابا بسهراته. اكيد انت جنيتي حبيبتي، حبيبتي بيك سهراته رجاليه، يعني سهرات شغل. ماما انت متاكده انه سهرات شغل؟ متاكده؟ متاكده. بعدين حبيبتي انت شفتي بعينك مع مين رح يسهر؟ مع مرعي الزفت بدك اياني انا اسهر معه؟ يلا بعدين كفي، عم تغيري لي حظي. انت محظوظه ماما. حبيبتي ماما انت مسكينه. بهيك طيب كتير يا منى، قلبه مثل الطفل، ما بحياته هيك كان أبداً. بعرف ماما،
بعرف أنا ما نسيت. كنت طيب حنون كريم، ما بحقيقته بخلع بيته أو عائلته، حتى بلش يوقف الشغل كل يوم لورا كل يوم لورا، حتى كل سنة أسوأ من سنة كمان. وفوق كل هالأشياء الله بلينا بمرعي، صار يورطوا ويورطوا ويغرقوا بالديون ويزرع فيه أمال كلها مزيفة، وعينه على شغلتين، عليكي وعلى المصنع. يعني أنا فهمت ليش عينه علي، بس على المصنع ليه؟ ما المصنع قديم ومعداته قديمة. يعني ماما أنا بعتقد بمصرياته في جيب مصنع أجدد منه بكتير. حبيبتي عينه على المبنى اللي فيه المصنع وعلى الأرض اللي حوالي المصنع كمان، بس أنا خايفة، خايفة إنه ينجح ويحصل على المصنع ويحصل عليك أنت كمان. ما تخافي ماما علي، ما تخافي. ألو، إيه بالبيت؟ لا ما في يترك الماما. طيب ما حاجتك شغل، خلصنا تخيني. يلا شي نص ساعة وبلحقك سميح. رويدة يا ريت لو بتقنعي رانيا انه اكيد مش معوقة. لا شو رأيك ساعدك بالتصحيح؟ شو بتعرفي معلومات عن العلوم عند العرب؟ تصبحي على خير رانيا. ليش عم ترفضي لبعد؟ فهمت، مستعجلة حتى تتخلصي مني، بس أنا هلأ بشتغل وبكسب، مش رح كلفكن كتير. أنا نفسي ما بعرف. أنت لأي مجال تشتغلي؟ بعد في صورة وحدة، بعدين بروح لبيت الوحدة والوحشة والأحلام والكلب. بتعرفي؟ لهلأ ما بعرف لأي مجال بتشتغلي، ولا بعرف اسمك ولا تليفونك. نحن جماعة مغفلين. روح خذ الفيلم من كاميرا البنت. وينك؟ خذ منها كل الافلام. وين البنت المصوره؟ ما بعرف، يمكن راحت الحمام. بتعرفها؟ لا. اسمها؟ عنوانها؟ لاي جريده او مجله بتشتغل؟ صدقني ما بعرف يا بيك. روح اسالي عنها. مش موجوده، اختفت. بدي اياها. وين ما كانت؟ خلق لي اياها من تحت الارض. يا بتعطيك الافلام يا بتاخذ روحها. عن جد انك خوتة يا نوال. اختفت من بكره الصبح، لا من الليله. همك الوحيد تفتش عليها، بتاخذ منها الافلام وبتتلفها. وبكرر، اذا امتنعت او راوغت بتودع.
وبدك تقطع عطلتك لتروح على باريس؟ مضطر. لا تشتغل؟ شهرين على العطلة ممكن اجمع مبلغ من المال يساعدني ويساعد امي بمصاريف الدراسة. نادر، شو رأيك تشتغل هون؟ بهالمحل بالذات وخلال عطلتك وبلا هالغربة وخليك حد امك. راتب شهري وبخشيش واكراميات. بعدين بتعيش مع امك، يعني هيك بتوفر اجار السكن بباريس. هيك احسن لك واربح لك واضمن لك. وبيني وبينك كل يوم مع امك بركة ربانية وتوفيق. سالي انت بتعرضي الوظيفة وكأنه المحل محلك، بتموني على كل شيء. بيني وبينكم انا الي موني على صاحب المحل، بي ولا ربيع. موني؟ وشو نوع هالمونة؟ شو رأيك انت؟ شو في بمخك؟ عفوا ما قصدت. ولولا هالمونة كان ربيع شحطني من زمان. شو قلت نادر؟ لحظة. الو بونجور، كيفك عمو؟ وانا منيحة مشتقت لك. ربيع منيح؟ ما بيسترجي اذا عامل شي ببعت لك ايه على الحمالة. اوكي عمو، فيني اطلب منك طلب؟ اطلبه من ربيع؟ ايه بيرفض لكتير اسباب. عمو في شاب من النوع اللي بيعجبك. ايه بيعجبني، انا كمان بيعجبني كتير. الشاب متخرج من كلية الحقوق وعم يتخصص بالقانون الدولي بفرنسا. بالعطل الصيفية عم يشتغل بكافيه تروتوار ليساعد امه وليصرف على الجامعة. ايه عنده عطلة شهرين، انا قلت ممكن تستفيد منه ومن خبرته. ايه عمو انا حابب يشتغل معنا. اكيد عمو بياخد عني لما بكون عندي شغل. لا لا ما في غيرك انت فارس احلامي، انا بحبك انت وبس. اوكي باي، بشوفك باي. نادر، إذا ربيع بيتصرف معك أي تصرف غلط حسابه عندي أنا. شو يعني؟ أنت حاطط عينك علي وخايف عليا. نادر، ربيع إنسان طيب. تذكر إنه هو خريج كلية الحقوق وعم يتخصص، وأنت أنجأ يعني عامل بكالوريا قسم تاني. وإذا هالشي بيخلق عندك عقدة وتتصرف معه كصاحب محل حسابك عندي كمان. ما فهمت. ما انت اصلا فهمك بطيء. ابتداء من اليوم نادر رح يكون شغيل بالمحل هون. نادر بس تعرف على ربيع رح تحبه. انا مجنون اهبل ما في مخ تفكر انه وحده مثلك تكون مرتي لكل العمر؟ هلا رجع لك عقلك؟ منيح. ربيع اتفق انت ومسيو نادر على مواعيد العمل؟ يلا بخشيش. أعطيكي بخشيش بيشتري الكافيتيريا. ايه ايه اعطيني. لقيته غشيان على الاخر. والله الله يعين. على شو؟ عليكي. انا ماني بحاجه لرفقتك اليوم، روح ركز لي مجهودك على البنت المصوره. شكرا يا نهاد. تكرم يا بيك. شو اخبار نادر؟ الحمد لله يا بيك. شو قال مسافر؟ لغي السفره وبده يقضي العطله معي. اها انبسطي. ما البنت لقيت له شغل. طيب البنت سالي لقيت له شغل بنفس الكافيتيريا اللي بتشتغل فيها. يقبرني اتصل فيه وبشرني، كتر خيرها هالبنت سالي. نادر شكر فيها كثير، البنت قبضاية وبتنحب. أعصابك شيرين، أعصابك. ما سمعت، يخرب بيتها شو في براسها؟ بدها توقع نادر كمان؟ ليه عم تظلميها؟ البنت ما إلها ذنب، عم بتحاول تساعده، كتر خيرها. أنت ما شفتي البسمة والفرحة على وجهها لنهاد؟ ابنها رح يقضي معها شهرين. ورح تسرقوا منا مقصوفة العمر. بتصدق حسان، من وقت ما عملت هالعملة فيي وأنا ما عم بقدر نام إلا ما أخذ حبة منوم، وكل ما أتذكر وقعتها بتطير النوم من عيوني. بسيطة
اسمي شيرين. شيرين بنصحك ما تحاولي، اترك البنت بحالها واقبل باللي صار وانسى. لا 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 لا، رح ضلني حاول وحاول حتى مرمي وجهها بالوحل. كيف بقى؟ كيف انا بعرف كيف؟ مش هي وبس، هي وبيا وبيبيا وسليلتها وكلهم. شيرين اترك البنت بحالها، انت مش قدها. يا انا قدها وقدود وقد بيا وبيبيا كمان. وبعدين افرض اني انا نسيت العمل اللي عملتها معي، بدك ياني انسى اللي عم تعمله مع طلال؟ حسان طلال ابننا الوحيد، عم تلعب له بعقليته، ورغم كل اللي عم تعملوا فيي حضرته مصر يحبها ويتجوزها. شيرين قلت لك اتركيني انا اتصرف بالموضوع. حسان البنت هنتني ورح رد لها الصعصعين. حبيبتي اتركي الموضوع علي. بسيطه، هي سكبت على وجهي وعلى راسي مي، انا رح اسكب عليها ميه نار. لك انت شو ما بتفهمي؟ لما بقول انا رح بتصرف يعني انا رح بتصرف. انت شو؟ انت بتضلك ساكته بتنقبري ما بتحكي ولا كلمه، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ قولي قولي انك فهمتي. حسن مرا غبيه غبيه، انت تمنفخي مثل ما بدك، اصرفي على تفاهاتك لما بكون انا بدي، اعملي اللي بدك اياه، ما عندي مانع. حطي صورك بالمجلات، ادفعي للمصورين والمجلات كمان مثل ما بدك، تصوري مع الوزراء ونسوانهم والسفرة ونسوانهم، يمكن نقدر نستفيد من هدول الصور. إنما موضوع مهم مثل موضوع زواج طلال، لا لا بتضلك بعيدة عنه. وقال لها قسما بالله انت بتعرفي انا شو ممكن اعمل فيك. فهمتي؟ فهمت. بس يا حسن أنا خايفة على ابن طلال إنه يتدهور. بس 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 قفلي على الموضوع هسي كليا، وما بقى تفتحي سيرته بتاتا، وخصوصا قدام طلال، مفهوم؟ شيرين شيرين حبيبتي، اتصلتي بمرت العميد طارق وعزمتيها على العشاء؟ اتصلت. والعميد وافق؟ أكيد وافق، ورح يحضر هو ورؤساء الشعب ونسوانهم. برافو عليكي، شفتي؟ هيك مهمات أنت فالحة فيها. شيرين بدي أطلب منك طلب، إنه هلأ لما يرجع ابني طلال على البيت تتركينا لوحدنا شوي، لأنه بدي أحكي معه كلام رجال لرجال. أوكي؟ اف 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 اهلا 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 وسهلا حسان بيك عنا. تفضل تفضل تفضل. ما يا عمي ما معقول انا حظي شو عاطل، ما معقول. تفضل تفضل. ليه يا ابني حظك عاطل؟ لو عارفين رح تشرفنا، كنا جبنا الصحافي والتلفزيونات، متخيل مصوريني حدك؟ بنعمل حمل الدعايه للمحل.
يا سالي شوفي حسان بيك شو بحب ياخذ. اهلا حسان بيك، شو بتأمر؟ اولا حبيت شوفك واتعرف عليك، ثانيا حبيت اني دردش معك شوي بس بدون ما تسكبي مي على راسي. تسمح لي اقعد معي شوي؟ انا صاحبة الحق بالقبول او بالرفض. صح بالضبط 100% مثل ما وصف لي اياكي طلال. ممكن تتركنا شوي؟ حسان بيك رح وفر عليك الوقت والاحراج، موقفي هو نفسه اللي قلته للمدام. وقلتي بكل وضوح. وقلته لطلال بوضوح كمان. وطلال نقل لي اياه بكل امانه. اذا شو المطلوب مني؟ حسب اللي فهمته من طلال انك انت ما بتحبيه وما عندك نيه تتزوجيه. طلال فهمك غلط يا بيك، انا بحبه مثل خي، مثل صديق، مش بالمعنى الاخر. يمكن هلا فهمتني. اكيد اكيد فهمتك يا بنتي، وهيك حب اكيد ما بينتهي بالزواج. يمكن ايه ويمكن لا، بس بالوقت الحاضر لا. شو قصتك يا بيك؟ الحقيقه ما بلوم طلال. على شو؟ على حبه اليك. مسكين طلال، يعني حتى انا رجال مثلي وبعمري ممكن يوقع بحبك. طيب والحل لمين؟ لطلال ولا لإلك؟ لا طبعا اكيد لطلال. ضروري طلال يفهم وضعي ويكون واقعي. انت حاولت كتير وفشلتي، وانا كمان حاولت وفشلت. الحل حسب رايي وخبرتي انكم تبعدوا عن بعض ولو لفتره. وضعي هلا ما بيسمح لي ابعد او سافر يا بيك. بعرف، رح جرب ابعد طلال عنك لفتره وبرات البلد. كتير منيح، خاصه انه هلا عنده عطله. اتفقنا؟ ولما بيبعد طلال عنك اكيد رح يتاكد من حقيقه مشاعره وعاطفه نحوك، واذا كان فعلا بيحبك بتمنى انك تكوني كنت. وتاكدي تمام، من كل قلبي عم باكد لك انه ما رح خلي زوجتي تزورك ببيتك. ممكن تعطيني بوسه؟ ما شربت شي. معلش مرة تانية. أرفوار. باي. شو؟ بنقول مبروك؟ مبروك على شو؟ على الخطبة. ما في خطبة. غريب، مع إنه كنتوا منسجمين. مزبوط، آخر انسجام. بعتقد سبق وحذرتك. من شو؟ من استغلال هضامتك وخفة دمك، من استغلال الوضع النفسي ووضع العاطفي، وضع السابق ووضع الحالي، وضع قبل الزواج. بنت بتحبك. المهم أنا حذرتك، بس أنت ما أخذت تحذيري على محمل الجد. يعني ممنوع علي السعادة، ممنوع أن تضحك، ممنوع تنسى سنين التعاسة واليأس ولو مؤقتا. دوريد ما تتغابى، انت بتعرف قصدي مزبوط. ايه بعرف، انا كنت مزحها وخبرها نكت واطرد التكشير عن وجهها وملامح اليأس من قلبها. حضرة الرائد، كون ممنونك جدا اذا بتكلف حدا غيري بهالمهمة. يمكن غيري يكون بلا حس انساني ويقضي وقته معها بدون ما يحكي الا الكلام الضروري. لا ما تروح، خليك. حيرتني. اذا كلفت غيرك مش رح تقبل، بتطردوا. بعدين الكلام اللي سمعته منها إن شو بدي أقول لك، يعني كمان سمعت كلام من مرتي دريد، هيدا وضع مش مقبول. مش عارف كيف بدي أتفاهم معك. الست مزوجة وزوجها موجود على قيد الحياة، لو ربنا أخذ نفس ومنه موجود كنت شو؟
شو رأيكم إذا بخلصكم منه؟ أنا ما بمد إيدي عليه، بس من وراء التحقيقات اللي عملناها اكتشفت إنه له أعداء كتار، أعداء كبار وخطرين ومجرمين. أعداء؟ أعداء، أصدقاء، حلفاء، حلفاء، أصدقاء، أعداء. إذا وصلنا له معلومة وحدة إنه سرقهم أو خانهم أو تلاعب فيهم. أيوة أيوة، ومنخرب شغلنا ومنعطيهم فرصة ينتصروا علينا وينفذوا بريشهم. لا لا يا دريد، لا. اسمع دريد، أنا ما بقول لك شيء أبداً، بس بدي أطلب منك شيء واحد. سمر أماني بين إيدينا، بين إيديك أنت بالذات. عرفت شي عن المصورة؟ أبداً. سألت عدد كبير من استوديوهات التصوير والمجلات، ما حدا عرفها. أنت شو رأيك؟ بستمر بالبحث؟ طبعاً، ضروري نلاقيها ونتلف الأفلام. وهيدا مش طلب معلمك، هيدا طلب البايك الكبير. إذاً بستمر. الشي التاني اللي البايك أكد عليه، ضروري نسكر ملف بنات طب الأسنان. قلت لك عندي الخطة ورح نفذها، إنما نجاح الخطة بيتوقف على تجاوب هاشم. هادي ما تعت الهمة، ترك علينا، هاشم أكيد رح يتجاوب، خاصة بعد الدرس اللي علمناه إياه. بابا يعني عجبتك سادي؟ تعرف اني لولا بيك ولولا اني بحبك كتير ولولا 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 كنت دخلت معك منافس. يعني كتير منيح انك بيي، وبدي اشكر اللولا واللولا واللولا تما نزلت منافس علي. طيب ليك طلال، مستعد تناقش كرجال بينظر لبعيد ومتفهم؟ بابا شو رأيك تجرب؟ ما عندي مانع. طيب مبدئيا احنا هلأ بموقف ضبابي، مفروض انه اقعد انا وياك ونحاول نحل هالموضوع. اي موضوع؟ بابا الموقف. خليني كفي يا ابني، انا كل همي اني بعدك عن اي موقف مذل لك. البنت كانت كتير صريحة، وبعتقد انه ما عندها مبرر تكذب وتخفي مشاعرها. هي اعترفت انها بتحبك. ها شفت؟ بس كأخ او كصديق، مش الحب اللي انت عم بتفكر فيه. واكتر من هيك، البنت قالت بكل بساطة انها ممكن تحبك. ها ممتاز. وممكن لا، المهم انه البنت ما بتعرف حقيقة مشاعرها، والمهم اكتر انها صادقة معك ومع نفسها. وبتمنى كمان انك انت كمان تكون صادق مع نفسك. يعني بتشك بصدق مشاعري بابا؟ مبدئياً أنا موافق طلال. عن جد بابا؟ خصوصاً بعد ما شفت البنت وقعدت معها ودردشنا شوي. ورغم اعتراض أمك، أنا بصفك 100%. صحيح بابا، أنا كنت معتمد على تفهمك. وتفهمي بيفرض علي أني أطلب منك طلب تتحقق من حقيقة مشاعرك. ومشان هيك بدي اقترح لك اقتراح. اقتراح حلو بيبسطك، شو رأيك يا ولد؟ شو هو الاقتراح؟ يا حبيبي إنك تستغل فرصة الجامعة وتسافر لك كم يوم إجازة؟ إيه نعم يا حبيبي، إجازة. أنت من أول السنة الجامعية وأنت حاطت راسك براس هالدرس، عم بتناطح ومناطحة، سافر لك كم يوم. فكر بنفسك، اختار أي بلد بدك إياها، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، أي بلد بدك إياه، أنا ما عندي مانع.
بعد عنا شهر، بهالشهر انت بتتأكد من حقيقة مشاعرك، وكمان هي بهالشهر بتتأكد كمان من حقيقة مشاعرها. وبعدك عنا شهر، إذا كانت هي فعلا بتحبك، حبها بتوف على السطح وبيبين وما بتقدر تخبيه. وتأكد إنك لما ترجع وتستقر، أنا رح روح لعندها وأعطيها نمرة تليفونك. شو رأيك؟ يلي له حظ، ايه دري حظوظ. حسد ولا دقيقتين مسيو صالح؟ حسد؟ على شو؟ هي على قلبي كل النهار من طاوله لطاوله ومن زبون لزبون، قلت ما يطلع لها شويه فرك كتاف. صار لي 20 سنه بتعب وبشقى وبركض مثل الله مثل الارنب، وما طلع لي حتى فركه اصبع. يا ناكر يا ناكر الجميل والجمال انت، ما تخليني احكيها بابا. تحكي عن شو يا بنت؟ ايه انا ياما وياما وياما. ياما شو يا بنت؟ شفت بعيني وما حدا قال لي. وشو شوفت؟ خلي الطابق مستور. بربنا قلك اي هذا مش مساج، هذا تعذيب. خرجك يا مرسين طويل. حسان بيك داهر عمل لي زيارة اليوم. كفي جوجو كفي، كتافي عم يجعوني. شو قلتي يا بنت؟ كتافي عم يجعوني. بلا لعمانه، قولي لي شو قلتي هلا عن حسان ظاهر؟ ما سمعتي شو قالت؟ حسان بيك ظاهر عمل لها زياره. لشو يعمل لك زياره؟ شو الهدف منها؟ حتى يتمنفخ عليك ويهددك ويطلب منك تختفي من حياه ابنه؟ شو قال لك؟ وجه لك شي كلمه غلط حتى خلي الارض تقفز فيه؟ يا صالح يا صالح طول بالك، خلينا نفهم من البنت شو الموضوع. نفهم شو؟ لشو واحد مثل حسان بيك طاهر بيعمل زيارة لبنت جرسون بكافتيريا؟ بابا ماما ممكن تعطوني فرصة لأحكي؟ تفضلي احكي، نحن شو ناطرين؟ يلا يلا احكي، انطقي هالجوهرة. أولا حسان طاهر مش مثل ما بتظن، إنسان جنتلمان لطيف مهذب متفاهم ومنطقي. ايه بلا ملح وبهار تخرب الموضوع. حبني كتير، عم بتمنى يكون عنده كني مثلي انا. هيدا كل اللي صار. كفي جوجو كفي. يا لئيمه احكي قولي شو قال لك. اتفقنا انا وياه على خطه. خطه لشو؟ نتاكد انا وطلال من عواطفنا. كفي جوجو كفي، موجوعه انا. صالح قول لبنتك بلا لقم والا رح اخنقها. هي داخل بين البصلة وقشرتها. بده يسافر ابنه طلال إجازة برا البلد. بهالإجازة ابنه بيتحقق من مشاعره وعواطفه، وأنا كمان. وفرضي إنه ابنه تحقق من مشاعره وعواطفه واشتاق لك واشتقتي له وحبك وحبيتيه، ممكن ترضي فيه عريس؟ حسان بيك برحي. ولا والعنفوسة المنفوخة مدامته اللي منخيرة واصلة للسما. حسان بيك قال بسكننا بشقة فخمة لوحدنا وبيمنعها تزورنا كمان. حلوة الخطة، معقولة. شو رأيك يا صالح؟ شو حكي؟ شو بيك ساكت مثل أبو الهول؟ بدك الحقيقة ماني عارف، مش قادر كون رأي بهالموضوع. ما تهتم بابا ولا تعطى الهمة، أنا بعرف مشاعري منيح، ما بدي امتحان. أنا بعرف شو بدي، شو بدي هلأ وشو بدي بعدين، وما في شي رح يخليني غير الخط اللي رسمته لحياتي. لا تكوني واسعة كتير يا بنتي، الأقدار بتخبي للإنسان أحيانا أشياء ما بيفهمها وما بيتوقعها. يمكن سمر. مين يا سالي؟ سكور الديب. طيب وين القضيب؟ مش المثل بيقول سكور الديب وهي القضيب؟
اهلا وسهلا حسان بيك. اهلا مسيو صالح. اهلا مدام. اهلا. بالحقيقه هي زيارتي يمكن مفاجاه او محرجه. لا ولو يا بيك، يا اهلا وسهلا فيك باي وقت. تفضل تفضل. شكرا مسيو صالح. هو بالحقيقه بدك تقول يعني مش زياره، مجرد طلي وبس، يعني دقيقه او دقيقتين. حبيت اتعرف على هالبيت العظيم اللي ربيت فيه الانسه سالي، وكمان اتعرف على هالست العظيمه اللي ربتها هيك تربيه، وقدم لك كل التحيه والاحترام. واللي بدي اقوله انه بتمنى انه سالي تكون زوجي لابني، او بالاحرى بتمنى انه ابني يكون يستاهل هيك زوجي. عمي وليد، تربينا انا وياه مثل خي واخته، مش مثل بنت وعمها. على كل حال بتمنى انه يكون حظي منيح وتصيري زوجي لابني طلال، ونصير نسايب وقرايب. وبعتذر مره ثانيه على الازعاج. لا 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 ابدا، ما في ازعاج. زيارتك بتشرفنا وبتمنى تعيدها. اكيد، بس مش مجرد طلي وبس. لا وعد. المثل اللي كنت عم بتقوليه بدل انك كنت عم بتجيبي سيرتي او عم تحكي علي. نعم كنت عم بحكي عنك، بس بالمنيح، طمن. شكرا مسيو صالح. تعال. أرفار مدام. مبروك حبيبتي، مبروك والف مبروك. بعدك موجوعه؟ أي مقبولة منك مسيو صالح. حبيبتي. ايه فهمت فهمت، خلصنا بقى من وقت اللي انت قمضته وانا عم فتش عليها. بعدين هيني جيت على المطعم لهون اسأل عنها كمان. بعدين اسمع بدي لك شي بطمنك، مثل ما بهمك المصورة انت والبكوات تبعك، انا بهمني امرها اكتر، لانه بتسيء لإلي اكثر وبتسيء لإلكم بكثير، يمكن تدمر لي بيتي وتخرب لي حياتي كلها. طيب طيب طيب، شو عملت؟ ابدا، لا انا ولا سعد ولا زلم صافي. صعب صعب كثير يا بيك. بعدين مثل ما فهمت انا انه مش موظف باي مجله معينه، ولا بتتعامل مع جهه واحده، مع عدد من المجلات والجرايد، يعني مثل متايل، واوصافها بتنطبق على بنات كثيره. وشو العمل؟ ابدا، منضل نسال هون وهون وبالمحلات، وخصوصي بالليل. يا بيك خلينا نترك الامور للصدف. شو بك يا بيك؟ ايش بك شيء؟ لا ما في شيء، بس هيك صفقه هوا. صفقه هوا. لك ايه صفقه هوا؟ شو عجيبه؟ الو الرائد صالح، تحياتي. مين انا؟ انا رفيق افكارك بالليل والنهار. لا 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 يا حضرة الرائد، شو هالاوصاف هيدي؟ انا بعرفك مهذب اكثر من هيك بكثير. انا وحش مفترس؟ انا صياد، صياد فرافير. اسمعني منيح، انا تعبت من صيد الفرافير. عم بحكيك حاليا متوجه على الطياره، ويمكن مر فوق مكتبك. نصيحه، فول الملف وما تعب حالك، لانه ما بقى رح تسمع عني. صدقني هيدا وعد شرف. بشو سرحان صالح؟
بعد شوي نقفل الدايرة، بيتسكر الملف وبيوقف التحقيق. بتشك بالمكالمة؟ ما بعرف، محتار يا زمان. قلت الحكي بيأكد انه المكالمة من المطار. بظن هيك، بس بعدني مني مقتنع بانه المجرم قرر يتوقف فجأة. هيدا واحد داهي رغم انه معقد ومريض نفسيا. تفضل. في بنت مصرة تقابلك لموضوع مهم. دخلها. تفضل. بونجور. طلبتي مقابلتي لموضوع مهم؟ نعم، بس على انفراد. تفضلي احكي، سماع منه غريب، من جهاز لك. مثل ما بدك. تفضلي. ميرسي، كلمتين وفادي. قولي. بشرط. شو الشرط؟ ما تسألنا عن اسمي وعنواني. هذا بيعتمد على اللي حتقولي. نوعية الخبرية بيفرض علي حافظ على سرية اسمي وعنواني. هيدا محافظة على شرفي. موافق على شرطك. تفضلي احكي. انت مسؤول عن ملف بنات طب الاسنان؟ انت طالبة بالكلية؟ لا، لأن ترددت عدة مرات على الكلية ويمكن شايفني وظن أني طالبة. بحكي شو صار. منك يا